اما هلا ليا وصلنا لفقره بتهم كل الاهالي اللي عم يتابعونا. كثير من الاهالي بياكلوا هم يمكن مرحله المراهقه عند اطفالهم، هي المرحله بتكون كثير حساسه، كيف بيتم التعامل معها، تغير السلوك، الاستقلاليه اللي بحس فيها الولد، عالمه الخاص، كثير من المشاكل ممكن تصير بهي الفتره. ليقدروا الاهالي يتعاملوا مع اطفالهم المراهقين، كيف فيهم يتعاملوا مع سلوكهم الجديد، كيف فيهم يعطون الاستقلاليه بدون ما يحسوا ان هن مراقبين بكل خطواتهم. لنحكي عن هذا الموضوع اكثر معنا هناء نيازي، اخصائيه تربويه واسريه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، صباح الفل. اهلا وسهلا فيكي مدام هناء. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير بمناسبه عيد الام. ينعاد عليكم بالخير والصحه. ينعاد عليكم بالصحه والسلامه يا رب. عن لسان كل الامهات عندهم معاناه كبيره مع التعامل مع المراهقين. المراهق ممكن بيجي بيقولوا عمر المراهقة يمكن على بكير أو بيستمر كتير وقت حسب ما خلينا نحدد شو هي الفترة الزمنية العمرية الصحيحة اللي منقول إنه هذا الشاب، خلينا نقول مشان ما يتضايقوا مننا، إنه هو هلا بعمر المراهقة، لأيمت ممكن تستمر إذا يمكن زادت عن حدها، شو لازم ما يخلص صار عمرين عم يراهق لازم الام تتصرف. خلينا نحكي بكل هالتفاصيل. هلا مصطلح مراهقه، راهقه هي الفتره الزمنيه بين الطفوله والرشد. صحيح. الطفوله خلينا نعرف شو يعني طفل. طفل من علاقه طفيليه، يعني يحتاج الى تربيه، الى دعم، الى علاقه نوعا ما اعتماديه طالما هو طفل. أما المراهقة هو بعده طفل ولكن عم يحاول يكون أقرب إلى الراشد. طيب شو يعني راشد؟ راشد اللي إذا بدنا نخلص نحن من المراهقة لحتى نعرف إمتى خلصنا، هو الشخص المتحمل لمسؤولية حياته، مسؤوليته الاقتصادية، مسؤوليته بقراراته، عنده قدرة على إدارة أموره الشخصية والعملية بمفرده. طبعا ممكن يكون فيها مطبات ولكن هو من خلال هيدي المطبات هو عم ياخذ دروس ويتعلم ويرتقي، فهو راشد يعني متحمل لمسؤولية ذاته. لما انا بدي سرع مرحلة المراهقة ممكن تبلش من 10 سنين 11 سنة، منبلش نشوف نحن هيدي التغيرات بالشخصية. بلش الطفل يشوف انه انا الي مساحة والي رأي غير اهلي. اصلا يعني حفظ اهله مثل ما بيقولوا كرج ومرج بالمقلوب، هو صار حافظهم بكل حركاتهم، بكل اوامرهم، بكل قواعدهم، بكل ارائهم. بده يشوف شيء جديد، بده يسقل هي الشخصيه. طب هيدي الشخصيه كيف بدها تنسقل اذا ما اخذت مساحتها؟ صحيح. اذا ما بلش يقول لا، اذا ما قال لكم بدي وما بدي، بدون ما يحس انه هو مراقب او طول الوقت او هي كمان كلمه لا عند الأهل بتشكل لهم رعب. صحيح. إنه أنا بلش ابني يطلع عن خارج سيطرتي. طيب يا جماعة حددوا، هل أنتوا بدكم شخصية ناضجة أو بدكم يضل علاقة ابنكم معكم علاقة طفيلية اعتمادية، يضل يرجع يسألكم. هلأ مو غلط إنه يرجع يسأل، نحن منعلم الطفل ومندربه إنه كيف ياخد قراراته، يسأل ويستنور آخر شيء يرجع لقراره هو ويتحمل مسؤولية هيدا القرار. فأنا هون بكون عم ساعده كيف يتعلم القرارات الصحيحة. كلمة لأ عند الطفل وهيدي التغيرات اللي بتبلش نشوفها نحن عند أولادنا بتشكل رعب عند الأهل. ليه؟ لانه صار خارج نطاق سيطرتهم. صحيح. كان بيقولوا لك كان تحت الجناح، يا عيني عليك ما عم نقدر سيطر عليه. هي الكلمه بتسمعيها احلى كلمه، ما كان يقول لي لا. صحيح. ما طبيعي هلا يقول لك لا، انت بدك يا شخصيه مستقله. كثير حبيت المقدمه اللي حضرتك حكيتيها، قد ايه ممتع. في مثل بيقولوا انه كل ما كبروا بيكبر همهم، انا بشوف بالعكس. صحيح. اذا تعبنا معهم هن وصغار، يا عيني عليكي، فانت ارتحتي. شو احلى من ابنك بعد 18 هو عارف ياخذ قرار الصح من الخطا. طيب بس هنا خلينا نحكي بالبدايه كيف نقدر نتعامل، يعني من البدايه احيانا بيكون في تصرف غلط يمكن بيكسر هي العلاقه مع انه ببدايه المراهقه، كيف الاهل ممكن يتعاملوا مع المراهق ببدايه المراهقه؟ خصوصا الاهل في كلمه دائما نسمع اليوم نحن ما راهقنا بهي السن، كل ما عم يراهقوا على بكير. يعني دائما الام بتقول لك نحن راهقنا جيل عن جيل عم يفرق، عم صغر عم يكبر على بكير. صح. ما عم نقدر
لحقه لطفلي، كيف فينا نقول بالبداية نتعامل معهم بدون ما يكون في مشاكل بكلمة لا، بدون ما يحس لحاله مراقب؟ اكسب خصوصا مثلا اكسبوا كرفيق، دائما بنلاقيهم انه رفقات مع بعض، بحيث ما اكسر هي العلاقة وبتكون مبنية على الحب والاحترام المتبادل. أول شيء إنه أنا هيدا التغيرات أقبل فيها، مجرد ما أقبل فيها وأعتبرها إنه هي مرحلة طبيعية من نمو أبنائي، فأنا حأرتاح شوي، ما حتشكل لي تهديد. تاني شيء إني لحقهم بصراحة، الوضع العام عم يخلي الأمور ما عم نلحقها، من الاختراعات من أي قصة وأي حتى اقتصادية إذا بدك ما عم نلحقها. صح صحيح. فأنا كيف بدي اقتنع إنه أنا بدي لحق هذا النمو والتطور تبعه؟ بالعكس، اقبل انه انا ابني ممكن يكون تكنولوجيا وحتى عنده رؤية احدث من رؤيتنا نحن، وعنده وجهات نظر ممكن تكون صحيحة. بسأل الاهل سؤال، كم مرة بتقولوا لا لأولادكم؟ كتير بيقولوا لا كتير. طيب كم لا ضمن حدود المنطق؟ قليلة. طيب ليه بتقولوا لهم لا كتير؟ ما بنعرف هيك. لا تمام. فأدي بسألهم سؤال، كم مرة كان في نقاش بينكم وبين أولادكم وكان أولادكم معهم وجهة نظر صحيحة؟ بيقولوا لي كتير. طيب ليه أنا ما استثمر هذا الرفيق المحدث، خلينا نقول صحيح هو أصغر مني بالعمر بس في عنده خبرات بمجال ما ممكن تفوق خبراتي، طب ليه أنا ما أقبله؟ تمام. ليه ما أخده من جنبي؟ ليه ما أزرع فيه ثقته بنفسه إنه هو يمتاز عني بهيدي النقاط؟ وبنفس الوقت لما بقبل، أنا ما بتتخيلي شعور الطفل لما أهله بيلجأوا له أو المراهق مثلا إنه ما ساعدني إذا سمحت بهذا الموضوع، أو شو رأيك بهذا الموضوع، أنت عطيتيه مجال ليعبر عن ذاته، ثقة بنفسه. ليش أولادنا بهيدا العمر للأسف بيعتزلونا، بيبطلوا يتواصلوا معنا، بصير عندهم حالة من الرفض؟ يا سلام، بيرفضوا أهلهم، يا سلام، بصيروا بيلجأوا أنه أنا ما بدي هذا الأب والأم، بدي روح. بصير مثلا إذا في حدا من قرايبينه رفقاتهم جوز يودوه على طريق غلط، بس هو بيكون رافض أهله رفض تام، لأنه بيكون عم يدور على بيئة تقبله كما هو بأخطائه، بعثراته، بصوته الخشن، خلينا نقول بهيدا التغيرات اللي كلها عم تعيش عليها. في نقطة كمان مهمة خليني أحكي فيها، قديه الأهل ضروري إنه يتعرفوا على مرحلة المراهقة ويعرفوا أولادهم على التغيرات اللي بتصير بجسمهم من ناحية التربية الجنسية، قديشها مهمة، قديش بتحمي أولادنا بفترة المراهقة. علاقة أولادنا طالما بتضل بفترة المراهقة سلطة، والولد اللي بده ينفذ حتكون علاقة مشروخة. طالما بده تكون علاقة تقبل وعلاقة احتواء مليئة بالمحبة، نحن حنكسب أولادنا. صحيح. في المراهقة تنقسم إلى نوعين، مراهقة سليمة بتمر مرور الكرام لطيفة، وفي مراهقة للأسف بتكون خطرة، لما ما بيلاقي الاحتواء عند أهله، لما ما بيلاقي الشيء اللي هو عم يفكر فيه، في تناغم بينه وبين أهله، حيروح لعند حدا قبلان فيه كما ولهيك هو. ولهيك ست هناء بنلاقي دائما معدلات مثلا المرتفعة بشكل كتير كبير بسن المراهقة، إن كان تعاطي مخدرات، تماما. إن كان سلوك سيء، تماما. إن كان دخول أعمار صغيرة ممكن تلاقيه منحرف تماما بسبب هاي الحالة يمكن الحياتية اليومية اللي عم يعيشها. ويمكن هاي الثقافة هلأ قولي يمكن تغيرت شوي، ما كانت موجودة، لأنه مثل ما قلتي سلطة، يعني أنا أبو أمه بدي أقول له لا، هي ثقافة موجودة بس تماما منا مترجمة بشكل صح. اليوم عم نشوف لا اكثر انفتاحا نوعا ما، يعني عم نشوف مثلا احيانا الام مع بنتها هي وياها رفقات، عم نشوف شوي هيدا الانفتاح. تكسبي اولادك طول العمر بيقول لك، يعني خاوي ابنك بتكسبيهم. صح. وخصوصا بيقول لك مثلا البنات حساسين، انا بقول لا، البنت والشاب الاثنيناتهم هي مرحله كثير حساسه. تمام. بالنسبه لاهليهم خلينا نحكي يعني خطوات مع البدايه، يعني انا مثلا قبل ما اقول له لا كيف فيني اكسبه كرفيق، يعني احيانا بتلاقي الام عم تحكي موقف صار معها لتقدر تكسب بنتها، تحكي لها شو صارت معها مثلا بالمدرسه بالبيت، بتصير تفتح لها بطريقه تحس حالها مش رقيبه عليها. هلا اول نقطه اني افهم خصوصيه هيدي المرحله، هي انفعاليه زايده، الرفض بيكون كتير عالي المستوى، تغيرات هرمونيه،
في حدا كتير بيقولوا لي انه نحن من قبل ما كنا هيك. طيب من قبل كان الوضع غير، اصلا كان في نماذج قدامنا واضحه وصريحه. فالطفل المراهق بهيدا الوقت، هو طفل اجمالا بهيدا الوقت، بيكون عم يتطلع على النموذج ويتماثل فيه. يعني لما الام متوازنه نفسيا والاب متوازن نفسيا والبيئه والاسره وكلياته خلينا نقول شوي اكثر انقلاقا، فالنماذج بالنسبه لهم واضحه اكثر. فبهذا العمر عنده التقليد بيقلد بطريقة رهيبة، مشان هيك بتلاقي بيشوف رفيق قلده، بيشوف حدا قلده، حتى إذا بدك بيدوروا على قدوات. مشان هيك بتلاقيهم بيحبوا المشاهير، بيحبوا ألعاب أبطال الكرة، بيشوفوا نماذج قوية وبيقتدوا فيها. فغياب النموذج الصحيح بيخلي فيه عسرة كمان بطريقة التطور الصحيح لهيدي المرحلة. لحتى أكسب ابني أول شيء اتعرف على خصائص هيدي الفترة. أنا بشبه فترة المراهقة مثل السوس اللي بده يطلع من البيضة. لما بيطلع من بيضة بينقر نقر، على فكرة ما بيغني من جوا وما بيقول بيستناكم لتفتحوا له، لا هو لحاله بينقر. المراهقة هيك فيها شيء من الانفعالية، فابني ماله قليل أدب لما بيعلى صوته، ماله مربى بالصفات اللي بنحكي له فيها، لا هي خصائص المرحلة هيك. كيف الطفل قبل 4 أشهر بكاغي، بعد منا بيحكي، خصائص مرحلة، مراحل نمو، فصوته بيصير أعلى، انفعاليته ايه طبيعي انه ما يكون قدران يضبط صحيح. هذا الشيء أحلى ملاحظة بعطيها للأمهات، ومن بعد منا جدا بتتغير تعاملهم مع أولادهم، انه قديه نحن منشوف الطفل المراهق، بدي بقول الطفل هو طفل، قديه هيدا المراهق ممكن يعمل اساءات خلال هاي الفتره مع اهله، هو بيعبر عن رفضه بطريقه شوي متغيره عن طفولته. فالاهل بيقطعوا وبيحسوا انه ابنهم صار خارج السيطره. قال هو بس ليعمل مشكل مع اهله بيطلع لبرا بحس بالندم، بحس بتعذيب الضمير. الأهل ما بيشوفوا هذا الشيء، بيرجع نفسه كبيرة ما بده يعتذر، لا. بيحاول يتحركش، بيحاول يقرب، يرجع ممكن يصلح يعمل العلاقة، فعل سيئة ممكن يكسر تماماً. ممكن تماماً. بس بيندم. هي الملحوظة اللي الأهل ما بيشوفوها، إنه هو بس يطلع ويرجع ندم، فما بيعطوه مجال ليصلح العلاقة. بيكون القطع بلش من عند الأهل. أنا بقول لهم بس أعطوه مجال ليصلح، هو حابب يصلح معكم، بس أعطوه هيدا المجال. بعد منا الأهل بهيدي الفترة بمجرد ما يكون في هذا القبول بتلاقي رجعت العلاقة إلى السواء. هو رافض ولكن ما له متخلي، هاي المعلومة المهمة جدا. أنا رافض طريقتكم، أنا رافض فكركم، بس أنا ماني متخلي عنكم. طيب عطوا مجال ليكون في شوية توافق بين وجهة نظركم ووجهة نظره. أنا بحب كتير التربية بالتفاوض، يا جماعة بطلنا هيك، صرنا هيك نتفاوض. علاقة رابح رابح، بدك تطلع مشوار، امتى بترجع؟ شو الوقت اللي بيناسبك؟ مع مين طالع؟ شوفوا انتوا القواعد اللي بتريحكم كأهل وبتحسسكم بالاطمئنان. طيب ماما انا امتى ادق لك تليفون بس كرمال اطمن عليك، بينشغل بالي عليك، خلي القرار الامر يطلع منه. تماما تماما. بعض تتخيلي بعض الاهل ما بيسالوا ابدا على ابنهم، فكرا انه هيك بيريحوه ابدا. لما ما بدقي تليفون بيعطيه شعور واحساس انه انت مالك سالي عليه، انه هو تاخر وانت ما سالتي عليه. علاقه فتره حساسه جدا، فنحن بيكون من خلال التفاوض بفهم شو بده وبخبره انا شو بدي، وبنلاقي هيدي المساحه المشتركه. كثير عم نشوف حالات انفصال الاب والام بالمجتمع، ويمكن دائما بيقولوا الولد هو اللي بتروح عليه، صح. وخاصه ضمن فتره المراهقه بتصير يمكن لما يكون مع الام بدها تراقب، بدها تكون شديده، بدها تدلله زياده عن اللزوم، لما بيتجه عند وبدها يمكن تعلمه على ابوه والاب بالمقابل، فهذا الطفل هو عم يتحول ل يمكن أداة لكره عم تنلعب هون وهون، بجوز على مزاجهم، وعم يعني عم ينتقموا من بعض بهذا الولد. هي هلا او الاب هلا بدهم يشددوا على الطفل، ولكن بفتره بعد دقيقتين لا بيعطوه كل شيء، فما عندهم حل وسط لانه هو ما انه معهم كل الوقت، وهن ما عايشين تحت سقف واحد. هون
كيف طريقة التعامل وقت في انفصال أو وقت في سفر إذا الأب مسافر؟ غياب السلطة، غياب الأب. هلأ لما حضرتك هذا المثال اللي عم تحكيه وعم نشوفه كتير، كتير. طيب غياب المرجعية الوحدة، أو حتى أنا كمرجعية، أنا أم موجودة، مرة بقول إيه مرة بقول لا بناء على حالتي المزاجية، أو بناء على الضغوط اللي أنا عم عايشة، ممكن أتقبل خطأ كتير كبير بيكون بالنسبة إلي يعني قابل للإصلاح، أحياناً خطأ صغير بيكون في إلي ردة فعل كتير لا تتناسب مع الموقف. فأنا كيف بدي أخلق عند هيدا الطفل وطالبه أنا بتوازن ضميري داخلي، بتوازن قرار. هذا الشيء كتير صعب. أول شيء المرجعية المفروض تكون وحدة، هذا بيحسس الطفل بالهدوء، اليافعين خلينا نقول، بيحسسه بالأمان أكتر. لما بده يكون في غياب السلطة، وكتير من الأهالي بسمعه هيدا التجاوزات، بيقولوا لك لحتى عوض النقص اللي هو حس فيه، فصار بعد منا في تسيب، صار في إنه ما في قوانين تحكم هيدي الفترة، خطوط حمراء خلينا نقول، خطوط حمراء ممنوع الاقتراب منها. هيدا الموضوع بيخلي فيه تشتت عند الطفل وغياب القرار الصحيح بالنسبة له، بتأزم فترة المراهقة صحيح. إذا بدك، فخلينا نحن نكون أكثر قدرة على التوازن لحتى أنقل هذا التوازن لابني. أنا لما بكون بحالة قلقة وبحالة متوترة، هو لحاله متوتر وبيجي أنا بزيد توتره، فشو بيصير فيه؟ بيصير بحالة من الضياع. فخليني أكون أنا أكثر حفاظاً على حالتي النفسية والمحاكمة العقلية الصحيحة. شو يعني؟ يعني أنا أعطي الموقف حقه ما يكون فيه مبالغة فيه، وأعطي قوانين أولادنا بتحب عكس ما هو مفهوم إنه التربية الإيجابية والتعامل الصحيح مع الولد، إني أعطيه على راحته وسايره. أحلى كلمة بسمعها، ما بعرف إذا أحلى كلمة، إنه والله عم سايره. لا حبيبتي ما تسايري، بس أعطيه قواعد واضحة وصريحة تكون بتتناسب معك وبتتناسب مع احتياجاته. هيك منكون نحن قدرانين نحطه ببيئة آمنة، بحس بأرض آمنة تحت منه، أرض ثابتة، فبيبلش يكون أقرب إلى التوازن. بس إذا الجو حواليه كلياته في شيء من الفوضى وفي شيء من عدم الثبات، فهذا الشيء بيضيعه أكثر. يمكن الظروف اللي عم نعيشها نحن ظروف صعبة، يعني في كثير من الناس عم يتابعونا بيقولوا لك إنه أنا عم ظروف اقتصادية صعبة، ظروف حياتية يومية، ودائما بتلاقي الولد أحيانا مفشش الأهل، هي كثير مؤلمة اليوم. صح. يعني فعلا. بتلاقي الأم مثلا أحيانا عم تلاقي الولاد عم يتعنفوا بعمر كثير صغير، قالت لك أنا ما عم أقدر أضبط أعصابي، أنا مضغوطة كثير، وأحيانا عم تشوفي تعنيف بشكل كثير رهيب. صح. الحالة النفسية هون قديش بتلعب دور، خلينا نحكي ما اقول الولد مفشل، قديش فيني اعمل كنترول وقديش فيني اضبط اعصابي. كلياتنا عم نمر بظروف قاسيه، وهيدا جيل بكره، يعني اذا ما قومته بشكل كثير صحيح يعني نهاية. بتشوفي احيانا انه احيانا في ما عاد في رحمه بقلوب، يعني في تصرفات وفي اشياء بتسمعيها غريبة عن ما سمعك اليوم. ودائما الحجة ظروف، ظروف قاسية كلياتنا عم نمر فيها اليوم. قد ايه البيئة النفسية بتلعب دور؟ قد ايش فيني اعمل كنترول؟ لأنه ممكن كلمة بتأثر وبتعلم بالولد بشكل كثير كبير. تطليعة، صدقيني تطليعة أحيانا بتكون، وهذا بيوجع كثير للأسف، ياكل لرحمة أو بتكون عم تذبح ذبحية تطليعة، لأنه هيدي الفترة حساسة. كلامك كثير مهم. أنا ولا مرة إجت أم تشكي على ابنها وتقدم لي انه هو كحالة، صدقيني هي اللي بتكون حالة، هي اللي بتكون حالة من حالة انفعالة، من حالة قلقة غير مبرر، ضغطة، تحميل أولادنا مسؤولية أكبر من طاقتهم، أكبر من إنهم يستوعبوها، عدم الرضا بإنجازاتهم، إنجازات جيدة جدا، ماشي على حسب قدراتهم، إذا أنا ما قبلت فيها للأسف ما يعني هنا حرصهم الأهل إنه يستنفذوا أكثر شيء عند أطفالهم، ولكن أنا إذا ما قبلت بالإنجاز هذا اللي عم شوفه من أولادي للأسف أنا ما عم طور، أنا عم هدم أكثر. تمام. في كلمة حكيتها للأم عم تشكيلي من ابنها إنه وضع المراهقة وهو كتير سيء وهو كتير مسيء لإله، عم تحكيلي عنه بطريقة كتير بشعة، فأنا خبرتها قلت لها هذا طفلك إذا كان بهذا الوضع وإنتي أمه ما قبلتي، اللي انتي امه مين ناطره يقبله؟ صحيح. سكتت وهمدت، وتاني فتره بعد الجلسه الثانيه كانت عم تخبرني انه هو صار ولا احسن من هيك. نعم. قبولنا لاطفالنا بصفاتهم السلبيه حتخليهم يكونوا افضل،
وحتخلي تعزيزهم لإيجابياتهم حتكبر أكثر. بصراحة هي النقطة الجوهرية والاحترام. أبسط شيء أنا بقدر أقدم لهم يا لأولادنا بهيدي الفترة، وأسهل شيء إني احترمهم، احترمهم برأيهم، احترمهم بكيانهم، احترمهم بشخصيتهم، حتى لو في ملاحظات أنا ما بدي غير أن نعطيهم إياها باحترام. ست هناء، بقى معنا أقل من دقيقة، ولكن في فكرة لازم نحن نطرحها. دائما نحن منلوم الأهل، منلوم المراهقين، ولكن عن جد المراهقين أحيانا بالمدرسة بتكون علاقاتهم فاشلة، بفشوها بالأهل. نحن ما بنبحث كيف علاقتهم مع رفقاتهم، كيف عم يتنمروا عليهم رفقاتهم، كيف عم يتعنفوا من قبل جو المحيط. في كتير أشخاص بيرفضوا من قبل الشلالية يلي هذا مؤلم جدا. خلينا نحكي بس بثواني يمكن عن هي الفكرة، كيف نحن فينا نتقرب ونعرف الأهل كيف فيهم يندمجوا بمجتمع يكونوا صح وينقوا أشخاص صح. أهم نقطة أني حسسهم بالأمان. لما أنا علاقتي مع ابني ما فيها محاسبة حيجي يحكي لي، لما ما بدي أنقد كلامه أو أتمسخر عليه أو حسسه. جوات المراهق مخاوف كتيرة، مخاوف من بكرة، مخاوف من أساتذته، مخاوف من علاماته، من تحصيله، مخاوف عدة، من رفقاته، من قبوله. يا حبيبة قلبي في عنده مخاوف من جسده، لأنه للأسف ما تعرفنا نحن على هيدي المرحلة الانتقالية بوعي كتير كبير تماما. من علاقات حيقدر، هل إن أقام علاقة بكون صح أو إن ما أقام علاقة هو صح. كل هيدي المخاوف جواته إذا ما كانوا الأهل باستيعاب ورواء، هذا الرواء تبع التوازن النفسي والهدوء، ناخد نفس قبل ما نقعد نحن وياهم. في نقطة كتير مهمة بسأل الأهل، قديش أولادكم كمراهقين إلهم وقت خاص من وقتكم؟ ما في. طيب امتى بده يقعد؟ في وقت اكثر للمحاسبه. ست هناء، يمكن هذا الموضوع بحر من الافكار والتوعيات لازم نوجهها الى الاهالي والى الاشخاص نفسهم المراهقين. بدنا نشكرك كثير ست هناء نيازي، وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. الله يسلمك. شكرا لك. مثل ما قلنا، بالحب والامان واحتضان الاولاد والاحترام نكسب اولادنا والاحترام.